وكان نفسي أعيش في الخير وأبعد بعيد عالشر، بس اتكتب لي طريق ومشيت وأنا مضطر. وكان نفسي أعيش في الخير وأبعد بعيد عالشر، بس اتكتب لي طريق ومشيت وأنا مضطر. جايز أكون غلطان وجايز لقيت الحل، إني في حياتي أعيش ولا تلاقي لي بران. جايز أكون غلطان وجايز لقيت الحل، إني في حياتي أعيش ولا تلاقي عالشر، بس اتكتب لي طريق ومشيت وانا مضطر. كان نفسي اعيش، بتوشر مع ناس لا ليا كتير ولا حست فيهم بالمر. محكوم علي عيش مع ناس بتوشر، مع ناس لا ليا كتير ولا حست فيهم بالمر. يا ألف مرحب بالرجالة. لا مرحب ولا سلامات ولا خد وهات. احنا مش جايين نتضايف يا ياسين. واطلع انت بره الدور ده. الله 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 الله. انت جاي وناوي على الشر بقى يا ابو دنيا. ما انت اللي بدأت الشر من الأول يا ياسين. عيب يا ابو دنيا لما تقول كلمة زي دي. مش أنا اللي أعمل شر في ولاد منطقتي. أمال اللي حصل ده تسميه إيه يا رايق؟ تسميه وعد غدر. وكل وقعة وليها قومة. روح الناس اللي جاية معاك يا ابو دنيا عشان نقعد نتفاهم. عيب. طيب لما تخش الشارع بناس وسلاح، الشارع ده فيه رجاله ولا؟ ولا انت نسيت الاصول؟ وهي الاصول برضه اللي يشتغل مرشد ويسلم العيال الحكومه؟ انا مش مرشد يا ابو دنيا. الظابط هو اللي غدر بيا. الرائد غدر بيا يا ابو دنيا، واذا كان على العيال انا هروح بكره لظابط المباحث واتفاهم معاه. ودي كلمتي. وانت عارفني كويس. اسمع يا رايق. اسمع انت يا ابو دنيا. لو فرحان بشويه الرجاله اللي معاك دي في المنطقه مليانه رجاله حلوه، ولو على السلاح مفيش اكتر منه، ولو ما كفاش معاك كمان نديك. ها عايز كام بقى راجل يقع لليلادي؟ خلاص يا رايق. ما تشوف عم ياسين نقول طور يقول احلبوه. اسمع كلامي يا ابو دنيا، وبكره يبقى لنا كلام تاني. بقول لك ايه يا عم ياسين، احنا من الاخر مش هنمشي النهارده لما ناخد حقنا ووقتي كمان. اصبط ياد على الحرام يا رايق. ما تشوف عم ياسين. قلت لك اسكت يا رايق. ماشي يا عم ياسين. يا جم
كبرت وشنبك خط وبقيت تتكلم وتعوج لي بوقك كمان. يا واد ده انت لسه قلت امبارح كنت بتعملي على روحك. تغلطش يا عم ياسين، انا محترمك عشان انت راجل كبير قد ابويا وعشان الراجل اللي انا جاي معاه ده. لا يا شيخ انت كده محترمه. اسمع يا شاطر، الرجاله اللي اسمهم رجاله عندهم حاجه اسمها الاصول، والاصول بتقول لما الكبار يتكلموا الصغيرين يسكتوا وحطوا جزمه بقهم ويسمعوا ايه اللي بيتقال، ولا ايه يا شيخ؟ بتركبنا الغلط يا ياسين. ماشي بس يا واد مش عايز ولا نفس. جري ابو دنيا انت جاي مطيباتي ولا ايه؟ قلت مش عايز ولا كلمه. اسمع كلامي يا ابو دنيا، عيالكوا بكره هيبقوا في حضنكوا ماشي، ولو حكمت يابا احط نفسي مكانهم، غير كده مالكش حاجه عندنا. ماشي يا رايق، نستنى لبكره يا ياسين. يلا يا واد. لا تشربوا الشاي الاول بعدين نشرب الشاي بكره. سلام يا رجاله. سلام. تعالي يا اختي، اهي الخناقه اهي جهزت، تعالي اما نقعد. الحمد لله. اعملي لنا كنكه قهوه يا زوزه. الحمد لله ان الخناقه هديت. ربنا يبارك لك يا ياسين يا رب. فاكره يا بنت يا سماح الراجل اللي كان ساكن تحتينا اللي اسمه نظيم، الراجل الهزق ده؟ يما فاكره يوم ما طلع لنا اللي يتخانق علشان الماسوره اتكسرت، قال ولا بتنشع ولا ايه؟ نشعت عليه ركبه البعيد. الله العظيم. وطلع يتخانق بمين؟ بنسوان اخواته وبناته ومراته. ايه الراجل اللي جاي يتحمى في نسوانه ده؟ قريب. ايه اللي بتحكيه ده يا زوز؟ بس انا جيت للحق اتجعست. والله العظيم اتجعست اول ما شفتهم داخلين علينا كده، شعري وقف وجعست. بس ابوكي، ابوكي راجل راجل من ظهر راجل، وقف لهم وقال له انت طالع لي بنسوانك يا اخويا؟ طب تعالى لي يا حبيبي. وراح قلع له هدومه حته حته، وقف لهم يا بنت باللباس. اي والله والله العظيم باللباس. وفرحانه يا ماما باللباس والله. والجدع فيهم بقى يقرب، الجدع فيهم يقرب، بقوم يجروا على السلم ويتكفوا على وشهم، يتكفوا على وشهم. راجل ابوكي ده راجل من ظهر راجل. صباح الخيرات يا علو باشا. صباح الفل ابو حجاج، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا باشا. الحمد اتفضل اقعد. ربنا يخليك. ايه يا عم فينك مش باين؟ الشغل يا باشا بياخد ساعات الواحد بالدنيا كده. فين الشغل ده؟ هو بقى في حد بيجي البلد؟ ما انت شايف الدنيا عامله ازاي. الحمد لله يا باشا على كل شيء، ان شاء الله هتتعدل. اتفضل ساعتك. ايه دي؟ دي ساعة من مجموعة ساعات هدايا كانوا جم للشيمي بيه، بس حاجات من النظيفة اللي تعجبك يا باشا، فوصلني ان انا اوصل لك واحدة يدا بيد. ماشي يا ابو حجاج، قول للشيمي بيه ان انا قبلت الهدية وهتصل كمان اشكره بنفسي. كلك ذوق يا باشا، كلك ذوق. بس قول لي بقى انت جاي في ايه؟ ابدا يا باشا، في جست عندكم هنا اسمه داني تومسون، ليه معاه مصلحة صغيرة كده، بس ما اعرفش هو قاعد في أوضة كام ولا ناوي يغادر امتى. بس كده؟ انت جيت في جمل؟ تسلم يا باشا، ما تحرمش منك. هيثم بيه الرايق لما ادى لسعادتك كلمه طلع راجل معاك وما خلفهاش، ما يبقاش ده جزاته. العيال اللي عند سعادتك دي لازم تطلع ولا يحصل مصيبه في المنطقه وشباب كتير هتقع. وانت شاغل بالك ليه يا راجل يا طيب؟ ما في ده، دول شويه عيال شمامين وبلطجيه، ويا ريتهم بقى يخلصوا على بعض عشان البلد تنضف. يعني سعادتك شايف ان هي دي الطريقه اللي هننضف فيها البلد؟ هي دي الطريقه. بقول لك ايه يا عم ياسين؟ لو خايف على الرايق قوي كده لمه وقول له شغل البلطجه اللي كان عايش فيه زمان ده ما ياكلش معايا. شوف يا هيثم، انا عارف رسمتك من الاول، انت عايز توقع الرايق واللي معاه بس مش عارف تقوم تحبس شويه العيال دول واهليهم يسخنوا ويفتكروا ان الرايق هو اللي ارشد عنهم، وتحصل بقى مجزره في المنطقه وشباب تموت وشباب تتعور وانت تنام مرادك. أنا فاهم الموال وقريه من أول الحكاية، بس ما رضيتش أتكلم وقلت يمكن ربنا يخلف ظني. بس بقولها لك نصيحة يا باشا، بلاش معانا. أنت هتنسى نفسك ولا إيه يا راجل أنت؟ لا يا باشا ما نسيتش ولا حاجة، بس يظهر إن سعادتك اللي نسيت أنت في أي منطقة بالظبط. لا يا حبيبي، أنا عارف أنا فين كويس أوي، زي ما أنا عارف تاريخ كل واحد فيكم من أول ما فتح عينيه على وش الدنيا. إيه؟ تحب أسمع لك تاريخك الأسود بتاع البطاقة زمان؟ ولا ماشيها ميلي بقى واقلب لك في ملفاتك القديمه. بقول لك ايه يا ياسين، انا لو عايز احبسك في اي وقت هحبسك، بس انا سايبك بمزاجي. بقول عليك راجل كبير، ما بقتش حمل بهدله السجون واللي بيجرى فيها
لكن ورحمة أمي لو حطيتك في دماغي هأذيك. ماشي يا باشا، كل ما عرفتني كويس بقى وعارف تاريخي يبقى إن شاء الله هتخبى نصيحتي. بلاش تعادي الناس يعني. السلام عليكم. But you didn't stay for long in Egypt, Mr. Danny. I stay longer in Egypt than my own country. Really? You love it that much? Yeah, this is true. I sometimes feel like this is my motherland. Is this a new way to the airport? Yes, actually, it is a new way. But only me know it. Maybe the other driver you had before is not clever as me. Stopping. Hey, what's happening? Oh. ايه ده؟ بتعمل ايه يا يوسف؟ انت مجنون ولا ايه؟ احنا في الشارع يا اخي. بتعمل ايه؟ يا نهار اسود يا ديما. يوسف خلص يا يوسف، احنا في الشارع بقول لك. بتعمل ايه؟ انت عارف التمثال ده تمنه كام؟ استنى يا عم. تمنه ولا تمنه؟ احنا في الشارع بقول لك. في ايه؟ فوق ال 2 مليون يورو. سيبه فرصة زي دي ما بتجيش كل يوم. ده بتاع الجنرال، الراجل ده مش هيسيبنا في حالنا. روحنا في ايديه، افهم بقى. يلا بينا. طب اصوره؟ صوره بعدين. يلا يا يوسف احنا في الشارع. يلا يا اخي. وهتعمل ايه دلوقتي؟ معرفش بقى سماح، بس اللي عايزه ربنا هيكون. لا انا مش مستغنيه عنك، اوعى تكون دماغك موديك تعدي الحكومه يا رايق. يا بنت انا خدت على قفايا والقفا سمع وعماني. معاشي اخويا ولا كان اللي يعمل معاك كده؟ انما تعدي الحكومه؟ الحكومه دلوقتي ما بترحمش، عايزين يرجعوا هبتهم يا اخويا. ما هيصدقوا ياخدوك في وشهم. يعني اعمل ايه يا سماح؟ اعمل ايه؟ العيال تتحبس واطلع في الاخر انا سلمتهم. واديك شايفه اليوم اللي امبارح جم عملوا معايا ايه؟ هم اللي غلطانين. حد قال لهم يسرقوا سلاح ميري ويخلوه عندهم؟ ما كده كده كانوا هيتمسكوا. يكش يكون فاكر الحكومه كانت هتسكت على السلاح اللي عندهم. اسكت يا سماح والنبي، انت مش فاهمه حاجه. يا بنت انا اللي قلت لهم يروحوا يودوا الحاجه. يروح يودوا الحاجه يلاقي نفسهم في حديد كده. انا شغال مرشد مع الحكومه. وش يكش تطلع عند الحكومه ذات نفسها؟ رايق اسمعني يا اخويا، والنبي ما تحرق قلبي عليك. فكر قبل ما تعمل اي حاجه يا رايق. طب هقول لك على حاجه، روح للجدع اللي اسمه هيثم ده. مش يمكن يا اخويا يطلع جدع تاني يا سماح؟ اروح له تاني؟ اروح له تاني عشان يعلم عليا؟ وعم ياسين هناك اهو، وانا عارف انه هيروح ويرجع مش هعمل له اي احترام. بس ادينا هنشوف، ادينا هنشوف. رايح فين يا رايق؟ رايح فين؟ طب قول يا رب يا رب الصبح. والله زمان يا معالي الوزيرة. Miss you so so much. اشتقت لك كتير. وانت كمان يا نواف. مبروك المنصب الجديد. مش ملاحظ انها متأخرة شوية؟ ان انا خلاص قربت اسيبه. يا شيخ خفل الله ولا فالك، نحنا لسه هنبتدي شغل ويا بعض. يبقى انت اللي جيت متأخر. كل تأخيري وفيها خيري. مش بتقولوا كده بالمصري؟ بيقولوا. المهم قولي انت اخبارك ايه؟ انا منيح، صرت مندوب بلادي بجامعة الوكسة العربية. وعايش فخور على مجد الأوطان. انت ايه؟ بقيت ثوراجي على كبر ولا ايه؟ ثوراجي؟ ربنا يكفينا شر الثورات وبلاوي الثورات. انا بس بستغرب على الناس اللي مش عاجبهم حالنا. المهم انت اخبارك ايه؟ واخبار الثورة والأوضاع الجديدة؟ طمنيني. الثورة والأوضاع الجديدة. الفكرة يا نواف، الناس بتنخدع في الثورات، بتفتكر انها لما بتيجي بتنظف كل حاجة، لكن ده مش صحيح. مفيش حاجة بتنظف كل حاجة، بالعكس الفوضى لما بتحصل بتسمح لحاجات ما كانتش بتحصل قبل كده وقت الفساد. تعرف ليه؟ لأن الفساد ذات نفسه محكوم بنظام ما ينفعش ان هو يخرج عنه. مخبيش عليكي، لما ثورتكم قامت قلت خلاص الشغل باظ والمصالح اتدمرت. بس لما عرفت انك صرتي وزيره في حكومه الثوره قلت خلاص الثوره ما حصلتش. مشروع تجديد وترميم القاهره القديمه اللي اللجنه بتاعتك بعتته انا درسته كويس وما عنديش اعتراض خالص على الميزانيه. هاي بس عندي شرط واحد. شروطي؟ هغير لجنة التنفيذ.
بس الاستشاري عندي مكتب تبعي وهيكون ليك شير 25%. ايه رايك؟ مكتبك؟ ما تسالش، انت رئيس اللجنه التمويليه واكيد هتعرف تتصرف في الموضوع ده كويس. 50%؟ فكري، بس ما تاخدي وقت طويل. ليبيا وتونس ملفاتهم موجودة على مكتبي، وأعتقد أن عندهم تراث ومعمار أولى بتمويل. ده حقيقي، بس ما أعتقدش أن ليبيا وتونس عندهم مخططات عثمانية خرجت في 12 صندوق لجهة غير معلومة باسم سوريا المشهدي، وأعتقد أنها مدام حضرتك يا نواف بيه. على فكرة ده مش هيكون آخر تعامل ما بيننا. موافق. أنا بقى مش موافقة. 25% كتير، 10% كفاية. قهوتك. جيجي يا جيجي. أيوة رجاء، ازيك؟ الحمد لله يا اختي. بصراحة يا اختي أنا عايزة اشتكي لك من أمك. ليه؟ مالها؟ عملت لك إيه؟ ما عملتليش أنا يا اختي، دي عملت للواد. بقى يرضيكي يا اختي سيبهولها أمانة في رقبتها لغاية ما أرجع آخر النهار. أرجع ألاقيها سايبة الواد على صرخة واحدة وحجره مبلول مية وغرقان لما الواد اتهرى وسلخ. لا يا اختي ما يرضينيش، واجب ننضفهولك ونشطفهولك وننضفلك قرفه بالمره ونبدلهولك بالبودره، مش كده؟ ولما انت مش عاجبك بتسيبيهولها ليه؟ ولا انت بس غاويه تجيبي عيال وترميهم للولايه الغلبان؟ ما تبطلي بقى شغل النسوان القرحه بتاعك ده. ايه يا اختي اللي انت بتقوليه ده؟ ليه؟ هو انا كنت بسيبهولها ببلاش ولا كنت بسيبهولها ببلاش؟ ما كله بحسابه يا اختي. كله بحسابه؟ اوعي كده. يا فندم كل اللي طلبوه انا بجهزه، بس الموضوع عايز وقت، مش هيخلص في يوم وليله. طيب ممكن بقى حضرتك تبعت لي ايميل بالتفصيل؟ يا ريت. ميرسي، ميرسي قوي يا فندم. لا لا خلاص، ازاي؟ اوكي. رامي، رامي ريم غير مقاوم. اسمع وخلاص. رامي، رامي بسيطة بسيطة ان شاء الله. قوم. الحمد لله على السلام. خدامة، خدامة يما شغاله خدامه النسوان الحته بتربى لهم عيالهم بالاجره. ليه ناقصك فلوس؟ ده انا شغاله ليل نهار علشان اسددك وما خليكيش محتاجه حاجه، بدل الراجل اللي رميكي ده وما بيسالش عليكي، وفي الاخر تخلي وليه ملهاش لازمه تبصلي من فوق لتحت وتقولي كله بحسابه. ما بقاش عارفه ارد عليها. والله العظيم ما قصدت اكسرك قدام حد ابدا، بالعكس ده انا قهرانه عليكي. لا يا الدنيا عماله تغلى وانت شايله الهم لوحدك، قلت اساعدك. الفلوس، الفلوس ياما خلاص ما بقيتيش عارفه تعملي حاجه غير انك تعرينا وتحطي راسنا في التراب مع شويه نسوان مقشفه. قسما بالله العظيم لو جيت لقيت عيل من العيال دي هنا تاني لاكون راميه لك من الشباك. تعالى انا عايزاك. حاضر. معلش معلش. انت عارفه يا ماما انت ذنبك ايه يا ضنايا؟ انت ذنبك ايه؟ هي عايزة تروح. ماشي ماشي حبيبي، روح شوف عايزة في ايه. حاضر. جرأة ايه يا شيماء؟ مش خدتي الطقم لفة؟ الله، رجعيه بقى يا ست. طب رجعيه قبل ما المدرسة تسأله. ماشي، مش بزعق ولا حاجة، هبعتلك نص. يلا سلام. أمك بتنرفزني، خليتني أكلم البنت بطريقة زي الزفت. ما انت كده يا جيجي، ماشية تخبطي في كل الناس. جرى انت راخ، ما تتكلم كويس. شايفه اهو اديك بتخبطي فيا انا كمان. انت كنت عارف على موضوع العيال ده وما قلتليش؟ امك حلفتلي اطلع صغير قدامها. لا تصغرني انا وتخلوا شكلي عر. هي بتعمل كده عشان تشيل عليكي شويه من المصاريف. وانا يعني كنت اشتكيت لحد؟ كنت اشتكيت انا. خلاص اهدي اهدي، ما بحبش اشوفك كده. ماشي، انا عايزاك تروح لشيماء تدي لك كيس كده فيه شويه حاجات للمحل، تجيبه وتيجي على طول، اوعى بقى تروح تلف مع المقاطيع اصحابك دول. ماشي؟ تدفعي كده. قوم ربع. يلا بس تصالحي امك، مالكش دعوه بموضوع امي ده. خلاص هتصالحيها، وايه اللي هقوله دي ويقفش عليكي. يا سلام
كمان بقيت تعرف تمسكني من ايدي اللي بتوجعني. ماشي عشان خاطرك انت بس هصالحها. بس في حيطه شجره المستر ضل على عيدانه معنا عالجنينه مسك في حيطانه شجره المستر ضل على عيدانه يعيش ولا ايه؟ يا حبيبي خد 3 غرز. طب الحمد لله دي حاجه بسيطه. انا برضو واخد 3 غرز بس في كل دراع ورجل. ميرسي قوي دكتور، بجد مش عارفه اقول لك ايه. والله كان افضل من ميرسي قوي انك كنت تاخدي بالك من الولد اكتر من كده. الاطفال في السن ده ممكن يحصل لهم مضاعفات خطيره. ايوه يا دكتور، بس انا ما كانش قصدي. اكيد يعني. انت ايه يا دكتور؟ حيلك في ايه؟ هو انت اتولدت كبير ولا ايه؟ ما كنا عيال صغيرين وبنلعب وبنتشقى وبنتعور وكل حاجه عادي يعني. انت ابوه؟ ابوه. واضح ان ما عندكوش احساس باولادكم خالص. يا عم لا احساس ولا ما احساسي، قلنا لك متشكرين، قول الشكر لله واتكل على الله، اكتر من كده هخلي منظرك وحش في مكان اكل عيش. خلاص يا يوسف، في ايه؟ خلاص. ايه العالم دي؟ على فكره انت ما ينفعش تشرب سجاير هنا. عارف، احنا في المستشفى. بس انا عايز حد يكلمني. حضرتك نص ساعة هيستريح فيها شوية وبعدين تفضلوا تاخدوا. ميرسي أوي، شكرا. حضرتك خليكي في حالك واتكلي على الله. أيوه، في ناس كده لما تعامليهم باحترام يفتكروك خايفة منهم ولا ضعيفة، لازم تديهم فوق نافوخهم. يا سلام، وأنا هعرف بقى المحترم من غير محترم إزاي؟ لا، دي شغلتي أنا بقى، أنا أقول لك مين المحترم وأسيبك تتعاملي معاه. والمش محترم تاخده أنت. أخده أعلمه الأدب والاحترام وبعدين أرجعه لك تاني. يا بقى رامي هيبقى زي الفل. يعني ايه ممدوش؟ احنا هنهزر؟ العيال دي تمضى على الحاضر بأي طريقة؟ أنا هعملكوا شغلكوا ولا إيه؟ خلاص يا باشا، بس احنا حبينا نستأذن من سعادتك الأول. لا يا حبيبي، اتعامل زي ما كنت بتتعامل على طول، يلا. تمام يا فندم. ألو. أيوة يا فندم، كله تمام سعادتك. يا فندم، العيال بتوع السلاح عندي. لا، إن شاء الله هيتعرضوا بكرة على النيابة. إيه؟ أنا الاثنين منهم لأقسام تانية؟ ليه يا فندم؟ هو في حاجة؟ لا، ما أقصدش. حاضر يا فندم، أوامر ما عليك. اثنين منهم اتنقلوا، هو في إيه؟ كده تمام. حصل أي مشاكل أديبه؟ كله أمان يا سيدي. امسك ده حقكم. ايه؟ ما تعدوهم احسن. عد يا راجل، هي دي فلوس. الحته اللي جبناها لك ده باصلي على ابوه تساوي 3 مليون ويمكن اكتر كمان. صح؟ بقول لك يا سن، انا مش موصلاتي غشيم، انا فاهم. جميل. وبعد ما فهمت ولا حاجه هيحصل ايه؟ ما انا لو خدت تمثال وتويته هو هيطويني وراه. انا بس حبيت الفت نظرك، يا ريت المره الجايه الظرف يتقل شويه. شوف يا ديما، لغايه دلوقتي ده سعركم على الاقل عند الجنرال. في كلمة هقولها لك وحطها حلقة في ودنك، أنت ممكن تعمل الشغل ده وأكتر منه من غير ظرف أصلا. صح يا سيدي. صح. سلام. خير يا هان؟ عودتينا إن المقابلات دي ما بتحصلش إلا إذا كان في حاجة مهمة. لا، المرة دي مهمة قوي. انت عارف ان مفيش حاجة صعبة على الجنرال، اموري. طبعا انت عارف الشيمي. اعرفه. الشيمي بقى قلق. ازاي يعني؟ استقوى.
فتح لنفسه سوق بعيد عن المجموعة. ممكن تقولي لي تفاصيل أكتر؟ في البداية شيمي كان بيبعت ناس الصعيد عشان يدور هناك، قلت مش مشكلة تحت عينينا، في الآخر بيرجع لنا وإحنا اللي بنشتري. بس المرة دي بقى كان عايز يفتح سوق لنفسه ونسي وتجاهل تماماً إن إحنا اللي بنحدد الأسعار وإحنا اللي بنبيع ونشتري. شيمي كان معاه تمثال مهم، عرضوا عليا وتمنتوله بالسعر بتاعنا، ما عجبوش، قلت مش مشكلة العادي يعني، هياخد له يوم واتنين وهيرجع لنا وبرضه هنشتري. بس المرة دي كان عايز يفتح سوق لنفسه، راح لناس من بتوعي أنا وعرض عليهم التمثال بالضعف التمن اللي أنا عرضته عليه. مهم بعت له وسيط من عندي بنص التمن على أساس إنه ياخد منه التمثال، وطبعا ما بعتيش نص الفلوس التانية صح؟ لا طبعا ما بعتهاش، على أساس إن أربيه وأرست ودني. السيزر هو اللي قرص ودني، بس بعت ناس ضربوا الوسيط وخدوا منه الفلوس، وبكده طبعا لطولت التمثال ولا رجعت لي الفلوس. على كل حال موضوع التمثال ده بسيطة، ممكن يرجع لك التمثال. هيرجع كده بكل سهولة؟ اعتبريه عندك. والمطلوب رضاك عني. يبقى اتفقنا. عشان تعمل فوضى في أي مكان في العالم لازم لك خطوة أولى، وهي أن السلاح يوصل لإيد المواطن العادي. الخطوة التانية أنك تستغل طرفين بينفذوا الأوامر، طرف مجبر عليها وطرف تاني متصور إنه بينفذ قانونه الشخصي. وقتها هتحصل المواجهة بينهم اللي لازم تكون في أكتر من مكان عشان نضمن فوضى أكبر. وبعدين نقعد في مكاتبنا ونسمع وكالاتنا وهي بتذيع الأخبار. يا سونا مساء الخير يا عسل. مساء الخير يا حبيبي. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ ايه كل الحاجات اللي انت جايبها دي؟ شويه فاكهه على شويه حلويات عشان تحلوا بعد العشاء. يا اخويا كان كفايه حلويات بس، يا فاكهه بس، انما بعزقه كده عمال على بطال. تدفع حاجه من جيبك ايه؟ ما ترحمينا بقى. ايه؟ خلي العيال تتبسط. البنات فين؟ جوه في اوضتهم. طب تمام، اتعشوا؟ لا لسه، كويس انك جيت بدري عشان احضر لكم العشاء وناكل كلنا سوا. روح غير هدومك يلا. لا مش هينفع، انا عندي شغل. بقول لك يما امسكي خد دول خليهم معاكي. رأيي حبيبي، ما انت لسه مديني الاسبوع اللي فات. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ ما هو عشانك وعشان البنات. ربنا ما يحرمني من دخلتك عليا. طيب انا هخش اطمن عليك. يلا وانا اكون حضرت العشاء. يلا انتي مش هتبطلي تبعتي مسجات لاحمد ده؟ بس يا نبدا مالكيش دعوه. بلد البنات كل البنات، شهوده وشيماء احلى بنات بنات. يا شهود اخبار التعليم ايه؟ ماشي. ايه الياس ده؟ بقول لك ايه، انا مش هقبل اقل من الاولى على الفصل. يلا ان شاء الله بقى. يلا يا شمال، مش عايز اي فلوس؟ لا فلوس ايه الحمد لله. بجد؟ لا. طب يلا بقى، انا خلاص قررت اتعشى معاكم النهارده. حلو، طب اسبقوني بقى وانا احصلكم. مفيش حاجه اسمها اسبقوني، يلا عشان عايز انزل بسرعه. اسبقوني بس وانا احصلكم على طول. ماشي براحتك، بس ما تاخريش. يلا عشان اقدر اكمل. يلا اوبا. أنا كنت عارف إن أنت تروح وترجع ماسين من غير فايدة. ده عيل خسيس وأنا عارفه. أنا قلت حلاها بالذوق. طلع ما عندوش ذوق الباقي. طب والعيال اللي اتحبست دي؟ راحوا على كده؟ مفيش حاجة اسمها راحوا. العيال دي هترجع. بالذوق بالعافية هترجع. ترجع إزاي يا راي بعد ما ترحلوا؟ ترحلوا؟ آه. رحل اتنين منهم. واحد وداه اسم المرج والتاني وداه اسم السلام. يا ابن الكلب. الظباط بقوا بيجاملوا بعض. العيال دي هتخرج النهارده ولو على جثتي. رايق. بس انا محتاجكم معايا يا دنيا. هو احنا اللي حبسناهم يا رايق؟ ما يقدر على القدره الا ربنا يا اخي.
مش دول عيالكم ولا انا بتهيألي؟ تلات اسامة ابو دنيا. ماشي الرجالة جاهزة، بس انا عايز اعرف هتعمل ايه؟ هتعرف. انت عارفة يا ماما يوسف كلمني كتير قوي عنك. قالك ايه؟ قال انه بيحبك قوي. يوسف؟ اه، وكان عايز يعرفنا على بعض ونتقابل ونخرج مع بعض. يوسف هو اللي قالك كده؟ طب ما تاخذنيش يا بنتي في السؤال، انتوا تعرفتوا على بعض ازاي؟ اصل انا بشتغل مرشده سياحيه، فساعات يعني كده بحب اشتري شويه حاجات للناس اللي انا بشتغل معاهم عشان لما يسافروا يفتكروا مصر، فكنت بروح اشتري الحاجات دي من عند يوسف في البازار، بس اتعرفنا على بعض. اه طب ما تاخذنيش برضو في السؤال ده، انا زي امك يعني، حكايتك وصلت لحد فين؟ احنا متفقين على الجواز، بس هو كان محتاج يعني شويه وقت عشان. دي اللي جابك هنا يا بنت انت؟ ما انت ما بتردش على تليفوناتي، خفت يكون حصل لك حاجه. وحياه امك ما بردش على تليفوناتك تقومي جاري على البيت؟ ايه ده ايه ده؟ في ايه يوسف؟ في ايه؟ اطلعي انت منها خالص. انت ماما شايفه بيعاملني ازاي؟ ماما دي هناك يا روح امي. تعالي. قومي يا يوسف كده ما يصحش. خش اقعدي جوه. حرام عليك يا يوسف، حرام عليك. حرام عليا حرام عليك عيشتك يا بنتي. الحقيني يا ماما. بره. ما تكونيش فاكره لما تيجي لامي وتتنحنحلها وتصاحبيها تبقي بتدبسيني؟ لا يا روح امي، انا ماليش كبير. عليك يا يوسف ما تعملش فيا كده. هو انا لسه عملت حاجه؟ قسما عظمه رجلك تهوت ناحيه البيت ده انا اكون مكسرها لك، فاهمه ولا لا؟ ماشي يا يوسف ماشي، اعمل فيا اللي انت عاوزه. يلا قول. انك هتجيب قرف. انا لما حسيت ان التمثال هيروح مني ما خفتش، وكنت متاكد انه مش هيضيع عليا، لاني كنت متاكد انك هتعرف ترجعه لي. انا بشكرك. تشكرني على ايه؟ انت رجعت لي فلوس كانت طايره مني في الهواء، انا دفعت دم قلبي في التمثال ده. تمثال ايه؟ التمثال ده؟ التمثال ده مش بتاعك يا شيخ. يعني ايه مش بتاعي؟ زمان كان عندي اتنين شغالين عندي، واحد ضحك عليهم ولقى في ودانهم وفاهمهم انهم ممكن يستعموني ويكذبوا عليا وهيحققوا من ورا ده مكاسب ليهم، اللي استعماني عاقبته من جنس العمل عميته، لما الناس عرفت بطلت تستعماني تاني، لكن اللي كذب عليا للاسف سامحته ففضل يكذب عليا تاني وتالت ورابع. انا مش فاهم انت تقصد ايه بالظبط. انت مصر تكذب عليا يا شيمي. انا بجد مش فاهم. انا من الاول سالتك التمثال ده يخص حد يخصني؟ انت قلت لي لا صح، بس حضرتك عارف كويس قوي التمثال ده بتاعي. وانت عارف كويس قوي انك من اللحظه اللي كذبت عليا فيها التمثال ده ما بقاش بتاعك. يعني ايه؟ المقابله انتهت يا شيمي. لا معلش يا دياب، الحوار المره دي بتاعي. يا عم انا عارف مفيش حاجه اسمها بتاعي وبتاعك، بس معلش. يوسف قاعد معاه بيقول لي نفس الكلام، بيقول لي برضه لا. يا عم سيبني على راحتي بقى. يلا سلام. برضه بيقول لك نفس الكلام صح؟ اه. انا مش فاهم انت محجر دماغك ليه؟ الحوار مش سهل يا ميمي، وبعدين محدش فينا بيعمل حاجه لوحده. بس ده مش شغل يا يوسف. انا اتعلم عليا لوحدي، ولازم اخلص الموضوع لوحدي، مش عارف صغير. بس بقول لك ايه؟ الحوار المره دي مع الحكومه، يعني احتمال كبير قوي ما ترجعش. خلي بالك من عمتي وبن سفاح. انا ماليش غيرك انت ودياب. روح فين يا رايق؟ يا نص في ايه؟ خد دي. دي ايه دي بقى؟ دي بتدي طاقه، بلبسها كل مره اجي اتخانق مع الناس في المدرسه. يا عم بستنى النهارده اكسب. البسها وهتقول ان انا قلت لك. ايوه بس دي صغيره على ايدي. يبقى حطها في جيبك يعني. ماشي يا سيدي حطها في جيبي. حاضر. يلا طير. ماشي. يلا. عايز حاجه؟ ربنا معاك. سلام. السلام عليكم يا باشا. وعليكم السلام. كنت عايز المحضر يا باشا والنبي عشان المحفظه بتاعتي ضاعت، فيها البطاقه وشهاده الجيش. يبقى تعالى الصبح. اجي الصبح؟ ما قلت لك يبقى تعالى الصبح، مفيش حد دلوقتي، مفيش خدمه. طب ما تجيب الخدمه يا باشا، هي مش الشرطه خدمه الشعب ولا ايه؟ ولا انت نسيت وانا يا باشا؟ ما تلم نفسك يا روح امك، انت مش عارف تكلم مين؟ قلت لك تعالى الصبح.
بصراحة أنا عارف بكلم مين، بس بلاش بقى يا رحمة. أنت بتمد إيدك عليا يا رحمة. أنا إيدي إيدي عليك. ربنا يعلمك الأدب، خد الحجز. ماشي. يلا قدامي. أقعد افترى علينا كويس أوي. مش عارف هتروح من ربنا فين. خش. يلا يلا خش. يا جدعان. بالله عليك يا رحمة. يا جدعان مش فيه إيه؟ يا عم بالراحة، أنتم مدخليني كوكو بارك يعني. بطل يا بابا يا رحمة. خش خش. ماشي 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 ماشي. مساء الفل يا بكتيريا. مساء الفل يا نحلة. بقول لك إيه؟ أنا بختي مال من كتر أصحابي الشمال. هو الراي سلمك انت راخر ولا ايه؟ عيب عليك ما تقولش كده. طب انا بكتيريا معفنه والراي سلمنا على نظافه، انما انت صاحبه ازاي؟ الراي ما بيسلمش اصحابه، الراي بعت النهارده ما تخشيش اقول لك ان كل حاجه هتبقى تمام يا بكتيريا. ازاي؟ سيبها انت بس على طول.
بدي وشك.